الراوي مهدي من قصص مغربيه واقعيه جوش كيرحب بكم ما تنساوش تفعلوا وتخليو لايك فرجه ممتعه ايه يا خوتي الحصله اللي حصل اخوكم ما يبغيها تاع العدوكم ايوا آه سيدي الموضوع ديالي شويه حساس وكيف ما كتعرفوا هاد القناه هذه كتناقش جميع المواضيع اللي طابو كاملين ولكن بواحد الاسلوب محترم اللي تقدر تسمع ليه وانت مع عائلتك هذا الموقف اللي وقع ليا آه كان سببه واحد الكدبه صغيره اللي كانت بالنسبه لي انا كذبه بيضاء وهذا الموضوع يعني راه ناقشوا الراوي مدي في بزاف ديال القصص ولكن الطريقه اللي وقع ليا بها انايا واحد الطريقه اللي اللي مخالفه على داكشي اللي وقع آه معكم سيدي حبيب اسم ديالي حبيب وهذا هو الاسم الاسم الاصلي ديالي اجيكم غريب راه قليل ديال الناس اللي كيسميو هذا الاسم هذا شحال هما كيتنمروا عليا به في الاعداديه تيقولوا لي حبيبي هادي هادشي ماشي مشي مشكل عادي طفوله كدوز وصافي ما ليه حتى شي تاثير نفسي ذو ابعاد سياسيه سي سوسيو ديمقراطيه ولا سوسيو ديموغرافيه سانا هادشي هذا كامل ايوا سيدي حبيبكم اللي هو الحبيب اللي هو انا عنده واحد المشكل هاد المشكل اكتشفته في المراهقه ديالي في المراهقه ديالي آه عرفت بلي انايا واحد المنطقه فيا اللي كيستعملوها جميع الرجال ملي كيبغوا يتزوجوا باش كيولدوا الاولاد يعني الحجم ديالها غير مناسب يعني غنستعملوا واحد الاشياء واحد الادوات باش نديرو واحد التقريب ونحترموا الناس مثلا بحال لا شديتي عقلتوا ولا الاقلام ملونه اللي كنا كنشريو صغاورين كانوا باكيه فيها سته كنا كنشريوهم فاش كنا في الابتدائي ولا في الروض باكيه في ستارك شفتو داك الاقلام قداش اي صغيورين بحال قلتي هكاك يعني آه قلم ملون صغير غنقارنوه بماركر ماركور داك اللي كيكتبو فيه لي بروفيسور داك الشيء بداك الطابلوات يكون كبير و... وعريض شي شويه يعني انا كان سبب لي واحد المشكل واحد الاحراج وغنعاودوا نرجعو لديك النقطه ديال انك كتحشم وما كتبغيش تهضر في هذا الموضوع وما كتبغيش تعرف الناس ان عندك انت هذاك المشكل فاش كنت في المراهقه ديالي يعني كانت جاني جاتني شي اخبار باش انني نمارس العادة باش ندريسي ندري ادريسي عندك بيرجي راه عندك هذاك داكشي اللي عطاك الله ولا غتقضي به الغرض وصافي بقيت مره على جوج مره على جوج زيد زيد زيد, زيد تتبليت تبليت بها عاد مغادي وكي ما غادي وكيديفورما وعاد ما غادي و وعاد ما غادي كيخسر ميكش مي على داكشي نتاجت للصلاه وتندعي مع الله باش ما يحاشمنيش في زواجي وبزاف ديال الحوايج اللي غيطراو ليا مستقبلا ورا انك سيدي فاش وصلت فاك تعرفت على واحد البنت وهاد البنت هادي يعني اول بنت غادي نهضر معها اول بنت غادي ندخل معها في علاقه ولا غادي نهضر معها ولا وهاد البنت هادي كانت اخوانيه يعني كدير الدره ومحترمه راسها ومحترمه بزاف ديال الحوايج هي رفضت رفضا تاما اننا نكونوا في علاقه بغاتنا نبقاو اصدقاء قالت لي انت ترى كاتجبني وانت ترى تتبان لك ولد الناس و... ولكن ولد الناس راه مابقاش تقول لي نخرجوا ولا نتقهاوا ولا هادي لا كانت شي حاجه في المستقبل مرحبا قلت لها ما كاين حتى شي مشكل عطاتني النمره ديال التليفون ديالها وبقينا غير ميساجات ما نتلاقاو ما نخرجوا ما ندرجو وتنشاطوا في الفيسبوك ملي كنكون كن انا حيت كان عندي البيسي في الدار بيسي بيرو وتنكونيكطا انا ويا في الفيسبوك في العطال ولا في الايام ولا نهار الحد ولا الايام اللي ما كنقراوش فيهم طولنا انا وديك البنت انا خرجت من لافاك وهي بقات في لافاك انا مشيت لليستيا مشيت لهذيك ليستيا باش ندير شي ديبلوم نديرو تحت مني ديبلوم ديال التجاره ولا اي ديبلوم غيقدر يساعدني في المشوار المهني ديالي فعلا بقينا كنهضروا انا وياها ضربت شي عامين حتى خديت واحد ديبلوم عامين وانا كنهضر انا وياها غير هكاك ما كنتلاقاو ما والو يعني هي في لافاك وانا في ليستيا وهذيك العامين يعني دوزاتها في لافاك وخرجات جالسه غير في الدار بقينا كنهضروا غير في مواقع التواصل الاجتماعي لدرجه انه ولينا كندخلوا في شي مواد... آه شي مواضيع اللي متقدمه بزاف هي ولات كتبغيني وانا وليت كنبغيها وملي خديت هذاك الدبلوم بديت المرحله ديال رحله البحث عن عمل كيف كنقولوا نحن الشباب المغربي رحله البحث عن عمل قلت غنمشي نبقى ندبر على راسي نمشي على نقلب على خدمه بقيت كندور وكنطوطح ودور من هنا وسير من هنا وسير الحي الصناعي وسير لهاد الشركه وسير لهاد الشركه دابا تعيط شركه الزيت دابا تعيط شركه السكر دابا تعيط شركه ديال هادي دابا نمشي لهادي اودي راه دايرين واحد الكونكور ديال البوليس سير دفع البوليس ما جابش الله اودي راه كاين كونكور ديال ديال وفاكاش سير وفاكاش ما كاين والو اودي راه كاين كونكور ديال البوسطه ما خليت ما دوزت جاب الله تيسير فواحد واحد البوست في واحد الشركه وهاد الشركه هادي يعني وهاد الشركه لي سنيت معهم كونطرا دي كانت خبار زوينه خبر لي فرحات حتى البنت لي انا معها قالت لي واه غدير دابا على الاقل لاجي خطبني نديرو خطوبه رسميه وركبوا الخواتم وداكشي حتى كانت تستقر فرحت بزاف قلت هادي جاب الله ليا واحد البنت لي زعما انا دوزت معاها وكذا وعشنا ويا يعني واخا تعرف عندي هذاك المشكل ما هي ما غيهماش ها ويلي على ما يهمها ويلي بقينا كنا انا وياها اتفقنا على نهار الخطوبه خطبتها ولينا كنخرجوا من بعد الخطوبه ولينا كنخرجوا رسميا فلان راه خاطب فلانه نمشيو قهيوه نهار الحد نخرجوا للربيع نجلسوا كل شيء مزيان كل شيء بخير واحد النهار دخلنا في واحد الموضوع وهي اللي جبدات هذا الموضوع هذا هي اللي جبداتو، قالت عليا وحنا دابا راه غنتزوجوا خصك تعرف شي حوايج عليا انا انا راه واحد البنت عاطفيه وبنت رومانسيه وبنت ذات حراره عاليه كاش من حراره عاليه واش انت مراكش واش شمش قالت لي لا انا راه هكا را دايره وانا راه عرفت راسي وبحثت على راسي وقريت الجسد ديالي كيفاش داير وانت راه انت اول واحد يعني زعما غنهضر معاه في هذا الموضوع وانت راه كتعرفني مش حالة دي وراه اول واحد زعما غنكون معاه في علاقه راه انت ما تصاحبتش معاك راه بقيت غير كنهضر انا وياك حتى وكان درتي اللازم وجينا درنا داك الشيء رسمي قلت لها هادشي هذا ما عندي ما نقول فيه مرحبا بنت الناس هاد الهضره كتقولي معقوله ومن حدنا وكنزيدو نطولو في الموضوع هي فاش جات الكذبه البيضاء قالت لي واش انت كتعاني من شي مشكل في ذاتك ولا شي حاجه قلت لها لا ما كنعاني من حتى شي مشكل الحمد لله بدات تدخل معايا في العبار بحال غنفصلو جلابه دابا انت في نظرك شحال يكون عندك في في العبار اش من عبار واش انا غنبيع لك جافيل تخربقي انت هي قالت يعني مكت... لي لا راه را كنهضر معاك على داك يعني حتى هي كتهضر معايا ما كتسميش ليا ولكن انا خصني نفهم انا كندير راسي مقلوبه ليا القفه قالت لي لا داكشي المهم راك عرفتي اش بغيت نقول لك قلت لها اه قلت لا تبارك الله زعما قالت لي انا راه ما شوف انا راه ما كنبغيش الطول ما كنبغيش الطول بزاف المهم يكون طويل وعريض وصحيح قلت لها واش انت كتسولي على شي واحد تيدير بناء الاجسام ولا شنو كتسولي على شي بغل قالت لي لا وخا وقلبنا ضحك وكذبت عليها قلت لا تبارك الله الخير موجود يعني دار جات في الشوكه طويله وعريضه تبارك الله ثلاثه الشوكيات ثلاثه البيبان يعني من ما جيتي مرحبا وبقيت كنعمر ليها في وتنزيد وكتبه صغيره وكتبه كبيره وكتبه هادي وكذبة بيضاء وكذبة صفراء وبقيت كنعمر لها في وهي كتحلم وغنعيش السعاده وكذا هادي وغنكون مرتاحه وغنكون فرحانه وغنلقى شي واحد اللي زعما غيبرد ليا فيه وغي كذا ما هي كانت حارمه راسها وكتعرف ديك البنت اللي كيكون عندها مشكل وكتكون شاده راسها باش ما تغلطش راه نهار كتجوج كتفركع تقدر تقمشك كاع دوزنا عام ديال الخطوبه جمعنا فيها واحد الحصيصه ديال الفلوس فرش دويرتي جا النهار اللي غنتزوجوا فيه والنهار اللي غادي نتفرش هي نورمالمون كنسمعوا بلي البنات اللي كيتفرشوا نهار نهار اللي تدخله هادوك البنات اللي كيمشيو يرقعوا ويمشيو يخيطوا وداكشي كيحصلوا تم دابا انا اللي غادي نحصل وانا قاعد عليها الشوكيه وثلاثه الواجهات والشمس تدخل من هنا وتدخل من هنا وكذا وكاع ترسم ليها جات ليت ليت الدخله السلام السلام مرحبا كلشي مي خير صلاه استخاره صلينا انا وياها تسالمنا دخلت دوشت دخلت دوجات خرجنا تنتحط امر امام الواقع قلت لها نطفيو الضو دابا انا اللي وليت نسول على الضو قلت لي من ضو واش كيفاش الضو قالت لي انا اللي بنت وما قلتلكش نطفي الضو قلت لها شوف هي واخا راه اول مره غندير انا شي حاجه بحال هكا وانا راه ما كنتش شي دري زعما مولف وراه شدني شدتني الخلعه وما عرفتش كيفاش نبدا و... قالت لي ودي سير سير يلا يلا قضيت الغرض طفيت الضو دازت هذيك الليله باش مما كان. فقط ما كان قضيت الصباح فقت فطرنا في الفطور قالت لي راه البارح داكشي اللي كنتي كتعاود لي راه ما حسيت بوالو زعما ما 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 المتيني ما قصحتيني ما والو يعني داكشي داز بسلاسه قلت لها راه غير التقنيه راه الا كنتي كتعرف كيفاش تقضي الغراض يعني راه راه البنت اللي معاك راه راه ما غتحسش بالعدم قلت لها راه تعاملت معاك باللطف وفهمت الموقف ديالك وداك من بعد ما غيبقى لا ضو ولا سيدي زكري مازال داك الليله راه فاتت من بعد وليت تنتحرج حتى النهار اللي فريمون شافت شو واقع و... وتحسسات و... وعرفات ما كاين لا شوكا لا ثلاثه الواجهات لا والو عرفات وسط الخلاق قد نبقى قالت لي واش شاد ال... كنتي كتكذب عليا وانا كنت عارفه بلي انت ماشي هو هذاك واش هادشي هذا صدمتيني وداكشي علاش كنقول لك انا داك النهار راه ما حسيت بوالو وهكا راه خصك تلقى شي حل وهادشي هذا راه ما مزيانش و... وانا كي غندير نتبرع وكي غندير نتفتح وكي غن تفتحي غن... تبرعي واش انت غادي دوزي فيها سيمانه في الرينكون قلت لها راه هادشي اللي عطا الله قالت لي واش كتكذب عليا وكتقول لي الطول والعرض وباش ما وغنمتك وغنفعل لك وغنترك لك وانا قاعده كنحلم وانا قاعده كن نفرح مع راسي قالت لي راه داكشي اللي عندك راه قطا وما ممتاش مع احتراماتي للقطوط تحيه للقطوط قلت لها راه هادشي اللي عطا الله واسم صبري ليا قالت لي غير ما تكذبش عليا علاش كذبتي عليا قلت لها راه حشمت وما قدرتش نصارحك وخصك تقبلي ليا دابا باش ما كان قالت لي, 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 لي كنت دابا انا اللي اللي داير شي حاجه فكتي تقبل عليا وهاد سيفت عليا واحد سيفه خايبه بزاف بقات كتدور ليا ديك الهضره في راسي مشيت للفرماسيان قال لي تشوف شي تشو تشو اختصاصي مشيت عند واحد الاختصاصي قال لي يا اودي شوف جرب الكينا الكينه جرب هذه البوماده جرب هذه جرب هذه بدا كي خسرت شي 60000 ريال غير بجرب هذه جرب هذه جرب هذه حتى لواحد النهار حكيت المشكل لواحد الدري صاحبي قلت له شوف راه اش وقع ليا اش وقع ليا وقع ليا قال لي يا مالك الا بهذه وهذه يوميا يوميا باش تفيق وقبل ما تنعس دير هذه وهذه انا الصراحه ما نقدرش نقول لكم هادشي هذا حيت ما عرفتش واش غيجي مع الناس ولا لا دونك ما كنتحمل المسؤوليه ديال حتى شي واحد وما غانقولش هادشي هذا اللي قال لي الدري صاحبي نديرو الله يرضي عليكم راه شحال من واحد تيبدا يقول راه درت هكا يقدر هذاك الشيء كامل ميجيش يجيش معاك انت ويصدق عاد ما لك الطين بلا اللهم اخويا انا ماشي طبيب وهادشي اللي قال لي صاحبي غير جربته يد الله وصافي بقيت كنجرب هذاك الشيء كنجرب كنجرب ما شهور يعني هي كتنس ما يغبش دير ليا خاطرها غابة زعما ما يوقعش المشكل في مدة ديال 6 شهور مداومة يوميا قبل ما الناس وملي كنفيق قبل ما الناس وملي كنفيق لاحظت اخوتي باللي كاين تطور كاين تطور كبير 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 بزاف من حد داكشي وكيتطور ومن حد المدام ديالي كتزيد تفرح من حد داكشي كيزيد يطوال ومن حد كتزيد تفرح يعني من قلم ولا يعني قلم ذاك الملونات الى شي حاجه اللي زعما ديال شخص طبيعي وعادي تما عاد ولات المدام ديالي كتستعد تدريجيا كتستعد ذاك كترجع داك القدرات ديالها في, فالفراش الفراش يعني ولات تتعامل معايا مزيان ولات كتحس بلا ساتيسفاكسيون ديالها وكتعيش داك لو مومون ديالها وحتى علاقتنا نفسيا استقرت راه يكذب عليك الكذاب اخويا الا كنتي كتبغي واحد المراه وبيناتكم حب راه الا دابزتو ولا تخاصمتو ولا شي حاجه راه داك الفراش اللي كيصلحها راه الفراش هو كي اللي كيصلح بزاف ديال الحوايج الا كنتي كتعيش بالذات ديالك وبالكور ديالك وبالقلب ديالك مع داك الانسان اللي مشارك معاك ذاك الفراش راه فيه الود وفيه الرحمه وفيه بزاف ديال الحوايج ايوا سيدي بقات عليا وها انت ومنين جبتي هاد الوصفه ومنين جبتي كذا وها انت تبارك الله وهذا دا رجعتي دابا دابا واه دابا مزيان دابا نقولوا دار وشوكيه وثلاثه الواجهات ارا آه برا ما كاينه الفيشطه ما كذا صدماتني انا بعدا هاد البنت هادي ماشي صدماتني هي من حقها كدير داكشي مع راجلها ما كديرش داكشي على برا ولا, ولا في الزنقه ولا في الانترنيت ولا داكشي مع راجلها ولكن من بنت حشوميه وكتحشم وكذا وملي تزوجنا انفجرات عليا يعني راه ما عليكم اعطيو آه للناس قدرهم كل واحد عطيه قدره وكل واحد توقع منه اي حاجه ووشا نشكركم بزاف على الاستماع وكانت هادي القصه ديالي والله يرضي عليكم الله يرضي عليكم آه كاين اللي غيجي يتواصل مع الراوي ميدي يقول لي هذاك السيد يقول لينا غير الوصفه في الخاص بلا ما ادر ما غيعطي حتى شي الوصفه هادي آه اللي عطاني هذاك الدري صاحبي آه ما بغيت نتحمل المسؤوليه ديال شي واحد كنشكركم بزاف على الاستماع والله يعاونكم